السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي هاد لا فيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجام من قناه النصري برودكشن، القناه ديالكم اللي ديما كنقول يا ربي كل المحتوى ديالها كاينه الاعجاب ديالكم. الناس اللي كتدوز بالصدفه ما تنسانيش باللايك وبارطاجي اللي عجبوها الفيديو. الناس اللي معايا دائما تنقول لكم الله يخليكم على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على المسانده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نديروا حريشات ديال الشعير، كيجيب شي حاجه ولا ارواح، شي حاجه زوينه سورتو في هذا الوقت ديال البرد. نتمنى تعجبكم لا فيديو. ليا سكول قول مرحبا، هاك البساط للمحسن واللوز في وسط عينبا. وبسم الله وعلى بركه الله، والحاجه غنديرها غنصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي زلافه ديال الشيشه او لساميد الشعير متوسطه، هادي كانت الشيشه ديال الاولاد، ذوقتني منها الام ديالي الله يعطيها صحتها. هنا ان شاء الله كما كتشوفوا معايا ممكن انكم ديروا الشيشه او لساميد الشعير الرقيق. هنا غادي نتا ان شاء الله نغسلها مزيان حتى تحيد من هذيك النخاله اللي كتكون، وهذا غادي يكون وغنصفيها مزيان، هذا غيكون هو الشكل ديالها ان شاء الله. هنايا غادي نعمر عليها بالماء غليان، غليان يعني كما كتشوفوا معايا، نعمر عليها حتى حتى كتغطى لابدا. وبالنسبه للبنات اللي غادي يبيتوها، ممكن انك تبغي ديري هاد الحريشات ديال الشعير الصباح، ممكن انك تبيتي هاد يعني البلبوله او لساميد الشعير او الشيشه كما تنقولوا، تبيتيها هكا فوق البوطاجير حتى الصباح، غتلقايها شحتات من الماء او شربات الماء ديالها وتخدمي بها. هنا كان الوقت ديال تقريبا 11 ديال الصباح، وغادي نقادها مع ديك الربعه د العشيه اولا ثلاثه. هانتوما كتشوفوا معايا بعد ما خليتها تقريبا واحد ربعة السوايع، هذا كيكون هو المنظر ديالها، خاصها تشحت تماما اولا تشرب هذيك الماء كامل اللي درنا فيها. لا بد باش ما نحتاجوش اننا نعاودو نزيدوها بزاف ديال المكونات. بسم الله على بركه الله، هنا كما كتشوفوا معايا عندي جوج معالق ديال الحليب غبره اولا الحليب مجفف، هنا عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده والملحه حسب الذوق، وعندي نص معلقه ديال الخميره حبيبات. ممكن انك تستبدليها بالخميره معجنه، ديريها في شويه ديال الماء وتضيفيها. هنا عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، كتجي فيها شي حاجه زوينه، ما ديروش زيت عاديه او لا زيت المائده. كنخلط على المكونات كاملين وكنحرك حتى كنشوف بلي راه كلها انسجمات كما غتشوفوا معايا. هنا ممكن الناس اللي عندهم دقيق الشعير ممكن يديروها، انا غير وليداتي ما كياكلوهاش، اللي درت لهم دقيق الشعير عندي النيت، ولكن قلت ندير لهم السميده تجي شويه خفيفه. اما الا دارت بدقيق الشعير راه كتجي صحيه 100%، شي حاجه رائعه الصراحه. الله، هنا ضفت واحد الكاس ديال السميده ديال باش كنقادو البسبوسه اولا الحرشه، كنخلط وخفت لا تغلب عليا زعما وتجيني الخليط يعني واقف، ولكن بصراحه الله احتاجيت كاس اخر، يعني جوج كيسان ديال السميده ديال الحرشه. غنخطي خليها ترتاح واحد 10 دقائق ماكسيموم وغادي نرجع معكم. هنا كما كتشوفوا ملي حليت عليها لقيتها شربات ويعني ديك المقادير كامله. وغادي نبدا ان شاء الله هنا بلاستيكه فين غادي نعود نحط لي بول اولا الكرات ديال البلبوله. هنا عندي شويه ديال البلبوله متوسطه، غادي ان شاء الله ندوز فيها هاد الكرات ونحطهم كاملين. ممكن انك تحطيهم كاملين في واحد البلاصه اولا فوق بلاستيكه، عاد بقاي طيبي باش يجيك الطياب ساهل. هانتوما كتشوفوا معايا كنهز القياس اللي غادي يقد ليا هذاك المول ديال الحرشه، وكنقوم بهذه الطريقه كنلبسها مزيان بهاد السميد الشعير متوسط اولا البلبوله متوسطه، كنبغى كنحطهم هكا الكرات ديالي واجدين باش نبقى كنطيب. بسم الله، هنايا كما كتشوفوا معايا هذا هو الاطار، غادي نحط
الكرة ديال البلبولة أو ديال الحرشة ديالنا كنضغط عليها بهذا الغطاء حتى كتقاد ليها الفورمة ديالها أو لا القوام ديالها، وكنبقى كنحط الاخرين. هنايا المقلة في الاول كتكون باردة، يعني باردة باقي ما سخوناش، من بعد ملي كتبدا تسخن صافي كنبدا نحط عادي، ولكن كنرد البال الطياب ديال الحريشات. في الاول كيديو شويه الطياب، من بعد ملي المقله كتسخن مزيان فراه كيبداو يطيبوا بشويه ومع يعني المراقبه. هنا ان شاء الله هانتوما كتشوفوا خليتهم النار، بالنسبه للنار ما كتكونش خفيفه باش ماشي يقصحوا لينا او لا يجيو ناشفين الحريشات، وما كتكونش عاليه باش ما يتخطفوش ويبقاو معجنين من الداخل. هنا النار متوسطه الى خفيفه، هانتوما كتشوفوا معايا بديت كنقلب تنقلب فيهم حتى كنبداو كيطيبوا كلهم. هما هاد الاول كيطولوا شويه كياخذوا الوقت ديالهم، ولكن فوا هاد المقله الوجديه اولا المقله الثقيله كتسخن فراه صافي كيوليو كيطيبوا في السهل. هذا ما كان كنبقى كندورهم هكا باش ما تبان لي حتى بلاصه خاصه الطياب، وكيكونوا هادو هما الحريشات ديالنا. والوقت اللي حسيت خصني نزيد شي حريشه اخرى باش ما تطولش معايا يعني الوقت، ومن الاحسن الا كانت هذيك المقله اللي ما عندهاش هاد الحواف غادي تكون احسن وكتهز كميه كبيره. راه طلع كاينين الناس كيحماقوا على هاد الحريشات ديال الشعير سختو مع زبيته ديال الزيتون اولا الفرماج مع الصباح، فراهم صحيين وزوينين بزاف للوليدات، تيقويو المناعه ما شاء الله. راكم عارفين دقيق الشعير اولا البلبوله ديال الشعير فراه يعني غنيه على التعريف. كاينش صراحه الله حسن من حريشات ديال البلبوله مع كاس ديال اتاي مغربي وزويته بلديه ولا فرماج ولا جبن، كتجي شي حاجه اكثر من رائعه سورتو في هذا الجو بدا تيبرد هكا الجو د الخريف. ما نعاودش لكم عليها، ممكن ديروا معها حتى الزيتون فراه كيجي زوين. انا ما كيبغوش ليا الزيتون اسود، غادي ان شاء الله غنجرب شي وحده ديالنا اولا نجرب لكم وحده كبيره. ما نسيت ما قلت لكم بلي هاد المقادير ممكن انكم ديروها وحده كبيره وكتكون هكا هائليه وكتكون سهله في انها توجد. انا كما كتشوفوا معايا انتم الحريشات طابوا الشهوه منهم مزيان، انكم تخليهم يطيبوا على المهل باش ما يتخطفوش لكم ويبقى الداخل معجن. انا كنت كملت الحريشات ما شاء الله كيخرجوا كميه كبيره والاطار راه كبير ماشي داك الصغير. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. كما قلت لكم ممكن انا نرافقوهم مع جبن مع فرماج مع زيت الزيتون، كيجيب شي حاجه خياليه سورتو في هذا الجو بارد. والوليدات علاش لا، نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوهم حتى نتوما وترجعوا ليا الخبر. انتوما كما يعني ولفتكم دائما انني كنحل لكم الداخل ديال الحريشات كيجيو شي حاجه ما نعاودش لكم عليها لدادين لدادين. وكما قلت لكم ممكن انكم تضيفوا زيتون كحل او زيتون اسود فراه كيجي شي حاجه زوينه بزاف. خليت لكم الراحه، كانت معكم بيجا من قناه انصري برودكشن، والسلام عليكم.